باش نعاود نصور فيديو اخرى باهي. قاعده في حي ناصر نسمع في كرتوش ونسمع في كلاب تهبهب داكوغ. خرجت في هما في حي نصر الفوق معناتها فين فما جبولات وكل شيء. خرجت نشوف نقل كهربا نتاع بلدية وهاربين يجريو وانا خلطت وراهم بي وريحه الكرتوش وكليب انا نسمع فيهم مازالوا يطلعوا في الروح ويسيحوا معناتها ويهببوا كل شيء بي. انا نقول العبيد هذوما اللي قاعدين يقتلوا مش فيهم انا عوين من البلديه ولا ما نعرفش شنو مش قاعدين يخدموا في خدمتهم. هذوما عندهم مرض عندهم مرض ايزون ان بروبليم كيلكو بار فهمت قاعدين يخرجوا فيه في هيشه بكمه داكوردو. ونعاود نقول لكم الكرتوشه اللي نتوما قاعدين تحطوا فيها في الكليب باهي قلتوا تنجموا تعملوا بها 20,000 حاجه وعطينيكم حلول عطينيكم 20,000 حل وخرجنا في الشوارع وتكلمنا. لا انتوما اسهل حاجه عندكم تخرج كرتوشه وتقتلوا. احنا عندنا ثقافه الدم وعمرنا ما باش تقوم لنا قائمة طونكو. احنا مازلنا نعملو هكا احنا عبيد متخلفين. الا اللي ريتو اليوم نسيح ونعيطو يغزر لي بعين شامتة الى فيغ دو لوي قتلهم والى فيغ دو لوي. لعنة الله عليكم واحد واحد والله كان عاود نحضر عليها لا ممثل لما نعاود نعمل نفس الفضيحة في الشارع. لعنة الله عليكم.